اما هلا عفاف رح ننتقل لاولى محطاتنا الصباحيه لليوم. رح نحكي عن موضوع كثير مهم اليوم بعد العطله الانتصافيه. كثير من الطلاب يمكن طلعوا عن النظام العادي، يعني كل الاهالي بيكون حاطين نظام لاولادهم بعد القواعد الاساسيه اللي لازم يلتزموا فيها خلال العام الدراسي. بالعطله الصيفيه او الانتصافيه بتشوفي هيدا الانضباط يعني فك شوي، كلياتنا بننبسط بالعطله، بنحب انه مثلا نعمل كل شيء بدنا اياه. مع بدايه عوده الفصل الدراسي بتحسي في شويه صعوبه لنرجع ندمج الطفل بهيدا النظام من اول وجديد. تمام نور، خصوصا هلا صارت فتره العطله قصيره، يعني صارت اسبوع. هلا على ايامنا كان يعطونا اسبوعين يا دوبنا نجي نرتاح فيهم ونجي بالاسبوع الثالث نرجع نتعرف على رفقاتنا من اول وجديد. اما هلا اسبوع، يعني شو بده يلحق الطالب يرتاح من ضغط الفحوصات والامتحانات، ويومين بقيانين لحتى لسه يرجع يركلج حاله من اول وجديد لحتى يباشر دوامه ويندمج من اول وجديد بالدوام الدراسي. اكيد عفاف، كثير يمكن من الاساليب بيتبعوها الاهالي لعوده النظام وبعض هيك القواعد الأساسية للعمل فيها للعودة مع بداية الفصل الدراسي الثاني. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الاستشارية الاجتماعية الصديقة العزيزة من أهل البيت رندا علي ديب. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير رندا، كيفك؟ أهلا وسهلا. كيف العطلة معكم؟ والله ما بعرف هلا يعني الاولاد ما لحقوا يرتاحوا فورا، خلص ولا نحن خلص الاسبوع. اول شيء يا استاذه رندا بدنا نعرف منك كيف ممكن بعد الضغوطات اللي واجهها الطفل او الطالب من الامتحانات والفحوصات، كيف فينا بسهوله يعني بحيث ما ينتقل فورا من العطله للدوام المدرسي، كيف فينا هيك شوي بسهوله نعوده او نرجع نعد له ترتيب مخه ليداوم من اول وجديد؟ هلا العطله الانتصافية بتختلف كثير عن العطلة الصيفية. بأول اختلاف هو الوقت والمدة، وطبعا الطقس، فالأنشطة بتكون مختلفة والمدة بتكون أقصر لحتى أنه الواحد يباشر بنشاط ويقدر يكفي فيه لفترة طويلة. فهو الهدف منا هي مثل بريك، هو مثل ما نحن بنعمل كسر حالة خصوصي بعد الامتحانات. فأنا بكون طول فترة الفصل الأول مضغوطة بامتحانات، سواء كانت أسبوعية ولا سواء مذاكرات، حتى الامتحان النصفي خصوصي لطلاب المرحلة الابتدائية الأولى للصف الأول والثاني والشهادات. ليه هدول المراحل؟ لأنه بيكونوا طالعين من الروضة للابتدائي، فهن أول مرة بيتعرفوا على هذا النوع من الضغط. وبالنسبة للشهادات كمان سواء التاسع ولا البكالوريا، فكمان هنا بيكون عندهم شيء كتير مفصلي إنه أنا أقدر أعرف نقاط ضعفي لحتى أقدر رممها على الفصل الثاني. فهو بيكون مثل كسر حالة، ونحن لما بنعمل كسر حالة يعني انطلاقة من أول وجديد بنشاط، هي بس لحتى نرجع نشحن أطفالنا لحتى يرجعوا بنشاط على الفصل الثاني مثل ما بيكون ببداية العام. ويمكن يعني في نقطة كتير مهمة هي العطلة الانتصافية تم اختزالها، يعني كانت بأيامنا هي طويلة أكثر، يعني 15 يوم نحن عم نحكي عن نص شهر، هلا أسبوع بتلاقيها، بس يمكن هنون اللي اختلف إنه العطلة عندهم جمعة وسبت فصار في تنفس أكثر. بس خلينا نحكي عن الفترات العمرية إذا نبلش، يعني ما فينا نعطي عموميات كيف فيني أعطي قواعد وأسس للأهل لاندماجه. يعني نحن بنعرف العمر الصغير مثلا السنوات الأولى اللي بيكونوا بالروضة أو بالمدرسة كيف بدك تدمجيهم، بتحسي الأهل نوعا ما عندهم وقت يعني بيضبطوهم، في مسؤولية كبيرة يمكن على المعلم بتكون أكثر، لأنه بالبيت الموضوع مختلف، بيرجع على المدرسة أو الروضة أو حسب السن اللي هو فيه بتلاقي الموضوع مختلف، هون بدك ترجعي له الأسس الأساسية والقواعد، فهون بيكون في صعوبة عليكم شوي. خلينا نبلش بالأعمار، يعني لأنه النصائح أكيد مختلفة من مرحلة لمرحلة. كل ما كان العمر أصغر كل ما موضوع أصعب، ذاكرتهم بتكون كتير ضعيفة، ما بيسترجعوا المعلومات، دائما بيكونوا بيمروا بذاكرات هي بتكون منسية، ما بيضل دائما بتذكرها. لهيك نحن بنعاني بمراحل الفصل الأولى للطفل بالروضة أو ما قبل الروضة، دائما بيكون بتغيبيه مثلا بيتعود، تغيبيه جمعة وسبت، بيجي الأحد تحسيه لسه متعلق وبده يضل بالبيت، متعلق بوالدته.
وقت بيقطع وقت اطول بتلاقي بالتدريج ببلش يخف هذا التعلق. لهيك كثير مهم انه نحن بغض النظر عن الفئه العمريه، هي مثل ما ذكرتي مده اسبوع او خليني اقول لك 10 ايام اذا بدنا نحسب الجمعه والسبت، فهن كثير مهم انه انا حافظ على قواعد بالبيت ثابته. صحيح. وخصوصي فترة النوم، فترة الوجبات، الأكل. صحيح. كتير مهم للأعمار الكبيرة ما أضغط الطالب بدراسة. يعني كتير مهم إذا طالب شهادة ما يكون في عنده مثلا لمدة أسبوع دروس مكثفة لمادة معينة هو ضعيف فيها. ممكن يكون درس، ممكن يكون جلسة أسبوعية خلال العطلة، أوكي، ولكن مو بشكل يومي. لازم يكون بالعكس، كل ما العمر كبير تكون النشاطات الترفيهية الحركية أكثر، كل من كان العمر صغير ثابت على نشاط يومي بالورقة والقلم. يعني أنا طفلي مثلا عمره 3 سنين 4 سنين، كتير مهم يوميا عنده ربع ساعة أو 10 دقائق عم بيلون فيها. كتير مهم أعطيته شوية خطوط مثلا يرتب فوقهم مكعبات أو مثلا إن شاء الله حبات حمص أو شيء، هذا بيرفع الانتباه والتركيز وبيعطي راحة للأم، بما أنه هي ما متعودة تحطه 10 أيام كاملين، فهذا بيكون مريح وإيجابي للطرفين، عكس الأعمار الكبيرة اللي كتير مهم يطلعوا مشوار اجتماعي، يزوروا حدا من العائله لهم زمان مو زايرينه. هذا نوع الاختلاف، هذا ما بيمنع اكيد انه الاعمار الصغيره يكون في هيك لهم انشطه، ولكن على الاشياء الثابته اللي انا لازم حافظ عليها يوميا. العمر الصغير نشاط ثابت لمده 10 دقائق على قاعده ورا طاوله وورقه وقلم. الاعمار الكبيره لا، زيارات اجتماعيه ممكن ابعته، اذا بحب الرياضه الباسكت ممكن انا بالشتاء اخفف له. كثير مهم ابعته مرتين او ثلاثه بالعطله، 3 ايام بهذا الاسبوع ما عليه يروح على هذا النشاط، كثير احسن يمارس شيء هو بيحبه وما يكون في التزام، بالعكس يكون في متعه له فيه. اليوم ممكن الامهات يكونوا مشغولين عن اولادهم، او حتى هن اذا كانوا طالب كبير بالعمر اعدادي او ثانوي، ممكن اليوم الظرف الاقتصادي ما يساعده لحتى يروح كثير مشاوير او يعيش هي الرفاهيه يلي بخفف منها ضغوطات عن نفسه. شو دور اليوم مكتب الارشاد النفسي بالمدرسه لحتى يساعدوا الطالب او الطفل بهذا الجانب؟ هلا كثير مهم يكون فعال هذا الموضوع، بما انه مثلا المدرسه مثلا معطله لمده اسبوع كامل وكل المدارس فيها ملاعب كبيره، ليه ما انا انظم نشاط تفاعلي، ما يجوا باللباس اللي هن بيريحهم الرياضي، ويكون في مثلا مباراه وديه بين الصفوف معينه، ليه ما اكون مثلا اعطيهم نشاط او مشروع معين ينفذوه بالبيت من ادوات بسيطه اعاده تدوير، وانا اعملهم في معرض ببدايه الفصل الثاني. هي الاشياء والافكار ابدا ما بتكلف وكثير بتكون مناسبه وبتضل بحافظ، خصوصي بالاعمار الصف الابتدائيه الاولى بتحافظ على يضل آلف المكان وآلف رفقاته، ما بيتغير عليه هذا الشيء. بس كمان خلال حديثك أشرتي لنقطة كثير مهمة أستاذ رندا، إنه نحن مع العطلة لازم القواعد الأساسية نحافظ عليها. يعني بتشوفي كثير من الأهالي مثلا اللي بيناموا أولادهم بكير بالعطلة الانتصافية أو الصيفية بتلاقيهم بيتأخروا بالوقت، بصير في عشوائية بتنظيم الوقت. خلينا نحكي عن هي النقطة تحديدا، انه انا لا بعرف انه هي فرصة ليتنفسوا طلاب شوي، لانه احنا بنعرف طبيعة المنهاج وضخامته، في ضغط كثير كبير عليهم، بس بنفس الوقت كمان مشان ما اتعذب انا للعودة للنظام، شو هي النقطة الأساسية اللي لازم حافظ عليها؟ النوم بكير هي نقطة كثير مهمة، ونحن عم نشوف كثير من الأهالي يمكن بهي النقطة بيستسهلوا شوي، حتى القعدة لساعات طويلة على التاب أو الشاشات الذكية كمان قديش بتأثر مضرة. مثل ما قلتي مثلا وقت الغداء مع العيلة، انتظام هدول التفاصيل كثير مهم اليوم ضمن العطلة. كثير بنشوف أطفال خصوصي بعمر الروضة، بنشوفهم عم بيرفضوا يجوا على المدرسة أو يلتزموا
بخروجهم من البيت لسبب انه في التاب بالبيت او في كرتون معين بدهم يحضروا. هذا كثير مضر لانه هو بلش يصير بعزله معينه بتضره على السنوات الثانيه لقدام. لهيك لما مثلا خلال الاسبوع وقت المدرسه انا مثلا ممكن اعطي التاب يوم الجمعه مثلا بحافظ عليها يعني بالعطله. ممكن تكون المكافاه انه مثلا انا اليوم انه انا باليوم بدي اسهر معكم، اوكي بتسهر معنا مثلا انا بنيم مثلا 8 حسهرك معي ل 8 ونص مثلا واعمل له النشاط انه اوكي يلا حنعمل مثلا بشار حنحضر انا وياك شيء. هذا هي النصة هي كثير حتعني له، ولكن هي كأم ما خرقت النظام اللي بتخليه يفيق الصبح معكر مع بداية الفصل الثاني، يروح على المدرسة كرهان يفوت من كثر ما له تعبان ونعسان، ونحن الطفل ما بيقدر يعبر انه هو شو زعجه، هي بيكون بس نقص نوم. ما بالك بهذا العمر بيكون كل نموه وتكامل نموه وادراكه كثير عم نشوفها هي يعني النوم. انه بس لما بيخلوا الطفل دائما سهران معهم او اذا انا مشان ما فيق بكير بالعطله، يعني هي بتحسيها حتى صايره موضه، يعني انه شو ما كان لازم في وقت للنوم للطفل، نظام معين ما بقى انا اخترقه تماما. هون بيجي التعاون الراشدين بالبيت، الاب الام، اذا في اخ اكبر، اذا ممكن في محيط ممكن يساعد بهذا الموضوع. في كثير امهات بتعمل مثلا بيكون عندها شغل هي ما بتقدر الا ما تكون ملتزمه بنظام معين، في امهات لا هي بتكون بالبيت هي كمان اجازتها مثلها مثل الطفل. فكثير حلو نحن نتشابه كاسره بالتنظيم الوقت، متى ما تنظم الوقت تنظم عند الطفل الساعه البيولوجيه، حتى بموضوع السهر او النوم المتاخر او وجبات الاكل المشتركه. إذا ممكن مثلا أنا ممكن سمحت له بأول يومين بالعطلة يتأخر، فأنا كثير مهم بلش بالتدريج أقصر هذا الوقت ليقطع الأسبوع، لأن هو كله 5 6 أيام، حرام أنا أكسر فيه روتين معين مزعج للطفل ولأهله وحتى للمدرسة كمان. بدنا منك استاذة رندا شوية نصائح أخيرة بتساعد الأمهات والطلاب كمان بنفس الوقت لحتى يقدروا يركزوا بسهولة، يعني هلأ لسه كم يوم بتخلص العطلة، شوية نصائح أخيرة من حضرتك. هلأ مثل ما ذكرتي نحن في عنا موضوع المادي عم بيكون صعب شوي والظروف المحيطة عم تكون شوي قاسية، كتير مهم وجود التاب ووجود هاي الوسائل التواصل اللي عم تكون أونلاين وعم تكون افتراضية. كتير مهم أنا أعمل زيارة عائلية بهاي العطلة وعلم طفلي تماما فيها آداب اجتماعية اللي نحن يمكن ما تكون هلأ صارت متوفرة أو الاطلاع كتير عليها بالنسبة للأطفال بحكم الظروف اللي عم بتكون. فكتير مهم أنه يكون في هاي الزيارات يكون أنا كسر الحالة أو كسر الروتين من خلال هاي الزيارات وما أقرب على الأشياء الثانية اللي هي النوم الأكل القوانين العامة اللي أنا رغم المرونة تكون ولكن لازم حافظ على ثبات معين خصوصا هلأ نحن بفصل شوي بيخلي الشخص يكون عنده خمول وكسل فشغلته أكل ونوم تضيع وقت تماماً. بس قديش مهم يعني رغم كل الظروف الاقتصادية المعيشية الصعبة مو بالضرورة أنا يمكن طلعوا مشوار او كذا، في بعض فيني انا اعمل له بعض النشاطات الحيويه بالبيت تماماً. هي التفاعل اليوم تماماً. الاهل كمان بيلعب دور بشخصيته تماما. هلا كثير عم بيكون متوفر هذا الشيء، ممكن اعمل سيرش بسيط طلع انشطه من ادوات المنزل بطريقه كثير بسيطه اعمل فيها نشاط اقضي وقت مفيد وممتع معه، وبنفس الوقت انا اكون مرتاحه مالي قدراني اطلع برا البيت. ممكن كثير مثلا تكون علاقات الاجتماعيه مع الجيران جيده، هذا في اداب معينه انا بقدر اعلمها لطفلي. نحن هلا حاليا عم تكون متغيبه شوي عن عاداتنا. شكرا لك استاذه رندا، نورتي صباحنا الاستشاريه الاجتماعيه رندا علي ديب. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك وشكرا لك، دائما معك بنحاول نضوي على نقاط كثير مهمه يستفيدوا منها الاهل، شكرا كثير.